المبنى شبه دوت، أول حاجة بنبدأ نرسم المسقط بتاع المبنى بتاعنا بالشكل ده. بعد كده ببدأ أحدد الشارع بتاعي. أنا دلوقتي عملت الرصيف وبعمل الشارع نفسه 6 متر تقريبا أوفست. بعد كده هعمل الجزء اللي تحت ده بالوولز اندر جراوند سالب 4 متر. هبدأ من الاكستيريور، بالشكل ده كده. بعد كده هعمل اكسترود للكتلة نفسها بتاعت المبنى، بس هديها اوفست عن الحيطة بتاعتنا اللي عملناها تحت عشان يطلع زي الصورة. وهدي طبعا ارتفاع تقريبا 12 متر، بس هنقللها شوية خليها 9. وابدأ دلوقتي ارسم الشارع، اعمل له موديل بالفلورز، وطبعا هياخد ميول. الميول سالب 4 متر. وأكمل رسم الشارع بتاعي. بالشكل ده بقى عندي شارع مايل. هبدأ أعمل الرصيف، أخد النسخة الأول على 0 وأرسم الرصيف، أمسح الخطوط الباقية كلها، وبعد كده أعدل على الشارع نفسه بتاع العربيات، أخلي فيه أوفرلاب كده صغير، هبرز الرصيف عن الشارع. بالشكل ده كده طبعا ازود الرصيف بتاعي يبقى جوه المبنى. اجي بعد كده ارسم الشكل الكيرف اللي هو دبل سكين على المبنى، بس الاول انزل المبنى بتاعي 7 متر لان ارتفاعه يعتبر عالي قوي. هاجي دلوقتي هحتاج ان انا اعمل الكيرف بتاعي او الجزء من الدايره دوت على المسطره بتاعت الشارع، وطبعا اعدل الحيطه برضو. أربعة متر كويس، بس في فرق، فالفرق دوت أنا هزود حجم الحيطة، ده طبعا مش ظابط فهمسحه وأعمله من أول وجديد. 4 متر بالشكل ده تمام. هاجي دلوقتي أعمل الماسنج، بس محتاج أعمل ريفرنس بلينز عشان أرسم عليها السكيشن بتاعتي، هسميه A1 و A2 وأبدأ أعمل الكوبي كل متر مثلا، بس تقريبا كل متر هيبقى صغير قوي فهضطر إن أنا أخليها كل مترين. بقى دلوقتي عايز أعرف السنتر بتاع الدايرة دوت عشان خاطر ألف من حواليه
الريفرنس بتاعي هو تقريبا على 4 متر، تمام كده. ده مش هعرف ألفه، هحتاجه يبقى على الزاوية بالظبط بتاع الدايرة، وأبدأ ألف. بالشكل ده أقدر أدخل على الماسن، طبعا الشارع بتاعي اتحرك فهرجعه زي ما كان. أدخل على الماسن، أختار كل ريفرنس وأرسم سيكشن للمبنى. طبعا زي ما احنا شايفين هو في الميول هو على خط، يعني السيكشن بتاعي مش كيرف، خط بس مايل في مرة مظبوط. تمام، أبدأ من ورا، اختار السيكشن اللي بعديه ارسم عليه، وهكذا. مرة طالع مرة داخل مرة فوق عالي واطي، يعني بحيث ان هو التكوين كله يديني شكل الأورجانيك أو الكيرف. دلوقتي هبدأ أعمل ماسنج، بس لو اخترت كله هيديني ايرور، لازم يبقى تو فيسز، يعني وجهتين بس اللي أنا هقدر أخدهم مع بعض. تمام، فأنا قسمتهم على جزئين، يعني الجزء الأولاني دوت، وبعد كده أظبط النقط بتاعتي عادي عليه. الجزء التاني دوت رابطهم بخط واحد، بس انا احاول اظبط قدر الامكان الخط ده بحيث ان هو ما يبقاش باين الفرق ما بينهم. نحاول نظبط مكان النقطة،
تمام كده. ممكن طبعا احط ايدج او بروفايل، بس هيعمل لي مشاكل في بعض الاحيان، ما بينفعش زي مثلا في الحالة ديت ان هما مربوطين بخط، فلما اجي احط بروفايل بالشكل ده هيفصلوا عن بعض، وانا يهمني ان هما يبقوا متسقين ببعض، بس اظبط موضوع النقط وكده. دلوقتي هحط حيطة، انا عملت له ايزوليت، واخلي الحيطة من جوه بان انا بختار المحور بتاعها واخليه انتير كده. الحيطة مظبوطة، أبدأ دلوقتي عايز أعمل الجزء بتاع الواجهة كوريجيتد شيت. فأنا عندي فاميلي جاهزة بالشكل ده، تمام. أغير الماتيريال بتاعتها بس وأحطها في المشروع عندي. أبدأ دلوقتي أعمل ماسنج على الواجهة علشان خاطر أحط الفاميلي بتاعتي. أعمل أوفست 5 سنتي وأبدأ أقفل. بس الأوفست أنا عملته من غير كوبي، فأفتح الكوبي، تمام كده، وأخده أعمل إكسترود وأظبطه على ارتفاع المبنى، وأبدأ أعمل له ديفايدد سيرفيس. قسمته وحطيت عليه الفاميلي بالشكل ده بالظبط، فعرفه 90 درجة. أغير الأبعاد بالظبط، تمام. نفس الفكرة في كله، لأن هو في جنب واحد بس القابل للتغيير، الجنب التاني لأ، فأنا مضطر ألف كل 90 درجة وأخلي جنب 7 متر، والجنب التاني متقسم إن هو 25 سنتي. بالشكل ده كده نكون عملنا الموديل. أبدأ أحط لاندسكيب أشجار مثلا، وأجي أحط الباب بتاعي كان موجود تحت على الميل، تاخد الباب ده مثلا تحطه في المكان ده، مش عايز يقرا في الأغلب علشان أنا ما عنديش ليفل تحت الأرض، تحت الأرض تحت الواحد ما عنديش ليفل، فهو أقل حاجة الواحد، فمش هينزل عن كده غير لما أعمل كوبي للليفل بتاعي. تمام، كده مظبوط. بس هو داخل تحت الأرض، فهحاول أظبط شوية وأعلي ارتفاعه. تمام كده. آخر حاجة اللوجو بتاع الواجهة، هاجي أعمل
reference plane وأسميه سي واحد مثلا. بعد كده هاجي أعمل تكست وأكتب مثلا exterior facade. طبعا نسيت أختار ال X style، أختاره تاني وأكتب exterior facade وأحطه طبعا داخل جواه، فأظبطه يبقى الموضوع سهل. بيموف بالشكل ده، وبكده نكون خلصنا الموديل بتاعنا. أظبط بس الماتيريال بتاعت الحيطة أو الدبل سكين، أخليها ألومنيوم مثلا، وبكده نكون خلصنا الموديل بشكل نهائي.